كان نوض الصباح، كان العم كان بطل المدينة، كان جيب مويها وكان خاينها، كان ترزع الله. ونوبة هكا نوبة كيجيب الله، نوبة ما كيجيب، كل نهار رزقه. كان خسرها طوموبيلات كل نهار. ملي كيكون الايام ديال الشتاء ما كاين ما يدار، كانوا قايلوا ناعسين. واش اللي عطى الله؟ خمس سنين وانا في هذا الحرب. كيفاش بديتيها؟ جالس بان ما رأيت ما ندير، اللهم بانت ليا شداك غسلو. انا قلت بسم الله اللهم يكحم. عندي ثلاثة ديال الوليدات كاري، ايوا الماء عندي، المرة هذي دينا انت كيولاو بالماء. ايوا عندي الضيقة تنفس، عندي تنفس. ايوا شي الله طال والمعيشة على قد الحال، ماشي لا والمصاريف نوبة كاين نوبة ما كاينش. حنا معايشين مع الوقت، حنا معايشين مع الوقت. نوبة كاين نوبة ما كاينش، كل نهار رزقه. والمعاناة هي في الماء، ما كاينش، خصك تهبط لي حتى المدينة داخل وتجيب الماء، وعاد تجي وتجيب الماء وتجي وتقينها كامل هنا، ما خصك تحرك من بلاصتك. يعني بحال كتغسل الطوموبيل كله باش ما كيسخا الله. نوبة هي قليل ياكسي كله باش ما سخا الله. شحال تقريبا؟ كله باش ما سخا الله، ما عنديش كله باش ما سخا الله. لا هو ها هما باقيين عامرين، قالوا سالي تا هذا مع واحد الربعة ولا مراه البودي زاد عامرين، هاهم كلهم عامرين. شحال خسرتي من الطوموبيل اليوم؟ اليوم ثلاثة. شحال صور شي؟ اللي كتب الله. واخا عاودنا اليوم عايش بالقشيف. وفقت مع تسعود اليوم اليوم السبت ما كاين ما لا، وفقت مع تسعود العشرة عطتني هنا حيت ما كانش عندي، كان عندي الماء معامر راه محطوط لهيه. واخا كنشوف بانك كتعمر البوديزات بزاف، ماشي تقال عليك. ايوا وشكون كدير؟ عرفتي وجهي هتبط حتى للمدينة وترجع، هتبط حتى للمدينة وترجع، ما يمكنش. خصك تعمر تعمير حدا وتجي بحالك واخا تقال. يعني هنا ما كتعرضش للحقره، ماشي لا كاين حتى واحد اللي يهضر معاك. والله ما يكحم فهمك، عندي الدقه ما كاينش، ما نقدرش نخدم شي بلاصه اخرى، ما فهمتي. عندي الدقه ما كنقدرش ندخل ونزل، كنتخنق. شنو الامراض اللي عندك؟ عندي المرض الداء التنفس، وليدينا كيولاو بالماء، وكنشريو الدواء من الفارماسيان ضروري. شنو السبب اللي خلاهم يتنفخوا؟ هما الماء. يعني السنين ديال ما سالاش؟ خمس سنين. وانا شي محسن ولا محسنة يتعاونوا معنا في سبيل الله، الله يجزاهم بخير. ايوا محتاج الدعم، لكن شي واحد شي محسن ولا محسنة يعاونونا، الله يسهل عليهم. هادشي اللي كان. اشترك الان في قناة اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.